انا صاحبتها زعما وجارتها وفين ما تخاصمت معاه ولا شي حاجه كتعيط ليا تقول لي تعالي بكيني نمشي نفكها كنهضر معاه وداك الشيء كيحترمني تا هو كيحترمني كيقدرني وكل شيء. في البارح مسكينه ضربت عاد جاو بناتها قالوا لي تكلمي ماما ملي مشيت جايه هابطه مع الدروج قالت لي يا خديجه ديك الكلمه ديال خديجه صافي وهي طايح في الدروج ما بقيناش سمعنا منها. شديتها وبقيت كنغوت على الجيران وعتقوها عتقوها وعيط على الدرب تعيطوا على لابيلانس وجات لابيلانس ودينا لابيلانس غارقه ماشي نقول لك فيها الدمعه شويه ولا ما تعرفيهاش منين مضروبه عايمه بالدم عندها الدم هنا عندها عرق كيضرب لها كيضرب على الجهد طاحت فين طاحت ولا طاحت فين الدم ماشي نقول لك دم قليل ولا دم كثير منها وكتبخبخ فواحد اللحظه فواحد اللحظه ملي الكلمه الاخرى هي اللي قالت لي خديجه وطاحت جايه شاده في الحيط والدم دايز هو كاين الفوق ما شفتوش انا حامل ربي ما عرفتش وكنغوت على الجيران وانا ريعه قوى وانا ريعه قوى ما كاينش اللي هود من الجيران ديالو ولا ما هود حتى واحد ما هود الا جيران هذو اللي في الزنقه اللي عيطوا على لابيلانس جات لابيلانس معطله هزوها داوها دخلوها السبيطار وهي تموت الدريه اللي حاضره بنتها قالت لك ضربها على العشاء طيبه ما عرفت تقاليا ولا شنو هي ما عجباتوش قال لها طيب ماشي بقيت ناقش معها كيما الناس ناقش معها قالت لك هو يقول لها تعالي لهنا وقال هي فين ضربها بجن ايوا اللي من الله اللي من الله هذوك الدريات الدريه الصغيره مسكينه الله عندها 7 سنين اللي من الله مساكن وبرانيين ماشي تا ولاد هنا وامها وباها باقي ما جاوش كاع من اكادير باقي ما واصلينش رحنا مساكن رحنا ران في سبيل الله واقفين معاهم وصافي والله يشوف من حالهم ويدير الله تاوي لهاد الناس وصافي ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام